السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مجموعة من الألعاب اللي هتعلمك أو هتعلم الطفل البرمجة، وهتعلمه طريقة تفكير كويسة، ازاي يعمل كودينج. طبعا هو مش هيقعد يحفظ شفرات زي بايثون أو جافا سكريبت، لكن هتغير طريقة تفكيره. يعني على سبيل المثال، دي مثلا لغة سكراتش، ودي من اللغات السهلة جدا والبسيطة جدا، تقريبا ما بتكتبش حاجة، مجرد بتعمل طريقة تفكير منطقية، توصل المكعبات ببعض فيبدأ ان هو ينفذ الامر نفسه. فالطفل بيفهم فكرة التكرار، وفكرة لما يحصل حاجة في حاجة تانية تحصل، وربط العناصر ببعض. فهي بتبقى عبارة عن بلوكات، فانت مثلا بتقول له لما يحصل ايفنت معين، مثلا تدوس سبيس او تدوس على زرار معين، يبدأ ينفذ حاجة معينة، وليكن مثلا ان هو يكرر مثلا حاجة معينة، وليكن مثلا ان هو يتحرك مثلا او يلف مثلا بزاوية 15، تمام. هو قاعد يلف، بس ممكن يكون الموضوع سريع شوية، فممكن نخليه مثلا يعمل ويت لثواني، ممكن تخليه مثلا يقول كلمة هلو مثلا، أو يفكر علامة تفكير مثلا. أو يعمل صوت مياو وهكذا. بص بالطريقة دي، فالطفل هيفهم فكرة البرمجة. وبعد كده في عندنا كاركبوت، ده زي روبوت ممكن تحمله على الابليكيشن بتاعك لو انت ايباد. فهو يعتبر من انواع الجيمفيكيشن، اللي هي ان انت تتعلم حاجة جديدة وفي نفس الوقت انت بتبرمج وتعلم حاجة برمجة، تمام. فهي بتقول مثلا امشي لتحت، امشي لليمين، امشي لتحت وهكذا، بتديله المسار اللي هو اللعبة تمشي فيها عشان تنفذ العمليات بتاعتها. بعد كده عندنا كودينج فور كيدز، اللي هو كود مونكي، بتبدأ تبرمج مع قرد كده صغير، بتبرمج ايه الحاجة هتمشي ازاي وكده. مثلا القرد عايز ياكل موزة، فبيمشي خطوة يمين لفوق لتحت لحد ما يوصل للموزة اللي هو عايزها. بعد كده في موقع اسمه بروكلي جيمز، بتبدأ بازل، وبعد كده سباق، وبعد كده طيور وهكذا. ففي مجموعة من الألعاب على أساس إن الطفل ما يزهقش، زي فكرة السكراتش، بيبقى فيه مكعبات وتبدأ إن أنت تعملها. مثلا بتقول له مثلا الكات، فتبدأ تقول شوف الكات موجود فين أهوت، طيب عنده كام رجل مثلا، 4. وبعد كده تريلز، فتبدأ تشوف المواصفات بتاعته، بتبدأ تكتبها وهكذا، تمام. وهكذا يعني كل حاجة هتبدأ تترتب. النحلة مثلا هيت، الهاني، طيب. بعد كده بتدخل كود مانسترز، تمام. ده هيخليك ان انت تبرمج بسهولة، تمام. بعد كده ليجو، طبعا لعبة المكعبات من الألعاب القوية، فتقدر إن أنت تلعب فيه. حاجة مفروض تشتريها بحيث إن أنت تربطها وتبدأ إن أنت تبرمج ليها. ده زي كود كامبت، بتقول له أنا عايز أبدأ أتعلم، فبيبدأ يعلمها لك بشكل سلس وبسيط. هدخل بحساب جوجل، فبتلاقي الموضوع سهل وبسيط، يعني مراحل،
واحدة واحدة بيبدأ أول حاجة يعلمك خطوة خطوة. أنت المفروض إن أنت عايز توصل لكنز وفي زي مجموعة وحوش واقفين لك، تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال دي مراحل عديتها، بشرح لك اللعبة هتتم ازاي، بقول له بلاي. مش محتاج ان انت تتعلم اي برمجة عشان تبدأ اللعب مع كود كومبات. المفروض ان انت تمشي كده 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 عشان توصل للكنز. المراحل اللي بعد كده هيبقى فيه وحوش وانت بتحاول ان انت تتفاداها، فبتبدأ بقى ان انت تقول له انا هتحرك مثلا رايت بعد كده داون بعد كده رايت، تمام؟ اي الكود مكتوب هنا وانت بتشوف هل هو موف داون ولا موف ليفت ولا موف رايت ولا موف اب دون، خلاص تعمل. انا كنت كتبت الكود ده قبل كده يعني، تمام. طيب بعد كده مين كرافت، دي لعبة حلوة جدا بتعلمك حاجات كتير جدا. في حاجات خاصة بالعمارة، في حاجات خاصة فيها جزء برمجة برضو وهكذا، فيها شوية حاجات كتير أوي. اللعبة مشهورة جدا وناس كتير بتحب انها تلعبها.